نطالب من مجلس الأمن والمجتمع الدولي بسرعة رفع العقوبات الظالمة والجائرة على سفير اليمن أحمد علي عبد الله صالح، كون العقوبات مقسوطة ومدفوع ثمنها مسبقا من جهات لا تحب الخير لا لليمن ولا لليمنيين. ومن هنا أدعو كافة أبناء الشعب اليمني بالداخل والخارج أن يلتموا ويلتفوا حول هاشتاغ وحملة كلنا السفير أحمد علي. ندعو المجتمع الدولي لفك الحصار عن الأخ السفير أحمد علي عبد الله صالح، رجل الأمن، رجل السلام، كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على أحمد علي عبد الله صالح ومنظمات الأمم المتحدة والشعب اليمني كله أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على الأخ السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات الدولية عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. من محافظة إب نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح عاجلا غير آجلا، لكي يخرج الشعب اليمني من هذه المحنة وأن يولي علينا خيارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونطالب بفك الحظر على السفير أحمد علي عبد الله صالح بالقريب العاجل. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، ولذلك إنه لم يرتكب أي جرائم بحق الشعب اليمني. كلنا السفير أحمد علي. ندعو الأمم المتحدة إلى رفع الحصار الجائر والظالم الذي جاء نتيجة لمكايدات سياسية عن السفير أحمد علي عبد الله صالح الذي عرف بأخلاقه، وأدعو قيادات المؤتمر وقواعد المؤتمر الشعبي العام بأن يهبوا هبة رجلا واحد لمداعات الأمم المتحدة، وأدعو الخيرين في هذه الأمة، في الأمة اليمنية والأمة العربية والعالم كإنسانية، بأن يناشد الأمم المتحدة برفع الحظر عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. طالب الأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي، رجل الأمن، رجل الأمان، رجل الدولة، رجل الديمقراطية، رجل كل أطياف الشعب اليمني بتلتف حوله. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات على السفير أحمد علي. تحية الجمهورية اليمنية. طالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، رجل الديمقراطية، رجل الحرية، رجل البناء، رجل التسامح. كلنا السفير أحمد علي. نحن شباب اليمن، شباب 27 مليون يمني، نطالب مجلس الأمن ومكتب الأمم المتحدة بالإفراج عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. طبعا نحن كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات الظالمة على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو رفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. وباسم قبائل نهم الشرفاء نحن نطالب برفع العقوبات الغاشمة الغير قانونية والمتنافية عن ديننا الإسلامي، ونضم بأصواتنا إلى أصوات جماهير الشعب اليمني العريض عن رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح الذي أحبه الشعب وأحبه من أراد السلام. أوجه رسالتي إلى مجلس الأمن الدولي كمواطن يمني بضرورة رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطلب رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. أخوكم جميل أحمد مشاري بن إهميم من محافظة صعدة. السلام عليكم. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن الفندم أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي.
نطالب مجلس الأمن الدولي برفع الحصار الجائر والظالم عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، وهذا مطلب كل يمني حر وشريف لرفع الحصار الظالم عن السفير. كلنا أحمد علي.